لا ما عم بقول انك صرتي احسن انه كل شيء منيح، بس مو شرط يكون هذا الحل. ايه هذا الحل الوحيد اللي هلا. شو عم يصير لك؟ خلينا نقعد ونحكي. شو عم يصير؟ لأنك طلع فيك. لأنك مو طبيعية. What's going on with you؟ لأنك طلع فيك. جوات هذا النهر في شخص ما بيشبهنا، ايديه مثل اجري، طويل وحاطط تاج على راسه، بس مبين انه تاج لعبه، وكل شي حواليه صور لإله، صور كتير بحس حالي صغير قدامه. بيجي لأحكي وقل له انه تاجك لعبة وصورك بتضحك، بكتشف انه ما عندي صوت.